السلام عليكم. لا حركة طيران فوق مقر إقامة بايدن وتعزيزات أمنية لحمايته. ما الذي يحدث؟ هل سيجن ترامب ويفعلها؟ إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أنه سيتم توفير حماية أمنية إضافية للمرشح الديمقراطي جون بايدن بداية من اليوم، مع تزايد المؤشرات على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. من ناحيتها قالت CNN إن هيئة الطيران المدني الأمريكية تقيد حركة الطيران فوق مقر إقامة جو بايدن ومقر حملته بولاية ديوالير لحمايته. يأتي ذلك بعدما أعلن عن تقدم جون بايدن على ترامب في ولاية بنسلفانيا بفارق 5587 صوتا حتى الآن، كما تقدم جو بايدن على ترامب في ولاية جورجيا بأكثر من 1097 صوتا حتى الآن. في المقابل نقلت شبكة فوكس نيوز عن مصادر مطلعة قولها إن لا نية لدى دونالد ترامب للإقرار بالهزيمة بعد تلقيه نصائح من مستشاريه، فيما قالت حملة ترامب في بيان أن الانتخابات لم تنتهي بعد. وأضافت حملة ترامب أن الآلاف الأصوات غير القانونية تم احتسابها في نيفادا والرئيس ترامب سيفوز في نهاية المطاف. وقالت الحملة حملة ترامب إعلان فوكس نيوز وستورجيس بريس أن بيان في طريقه للفوز أو بايدن في طريقه للفوز هي ادعاءات خاطئة وغير مسؤولة. واعتبرت أن نتائج الانتخابات في الولايات الأربع المتأرجحة ما تزال بعيدة عن أن تكون نهائية، ولفتت إلى أنه بمجرد الوصول إلى نتائج نهائية سيكون الرئيس ترامب هو الفائز بالانتخابات الرئاسية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.